لا تكتمل تقاليد الشهر الفضيل من دون صوت المسحرات في ساعات الليل المتأخرة وصدى طبلته التي توقظ النائمين برحابة صدر. عبد الرزاق الذي يجول شوارع طرابلس يوميا في شهر رمضان ينادي أبناء الحي بأسمائهم بعد أن أنشأ بصوته ألفة ومودة معهم. حاج أبو أحمد أفندي، حاج عيد أفندي. نحن معودين كشهر رمضان وعينا على أنه نحن نكون برمضان يكون عندنا مسحر، نسمع صوت المسحر لحتى نحس أنه هذا الجو رمضان. تلميذ جامعي نهارا ومنشد مساء ومسحرات ليلا، هي حياة شاب طرابلسي اختار التقرب إلى الله مهنة. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. وفي النصف الأخير من الشهر الفضيل تجول شوارع طرابلس فرقة تسمى فرقة الوداع، تقرع أبواب الناس وتنشد لهم لوداع رمضان. تتشكل فرق الوداع من أبناء العائلة الواحدة، وهي من عادات رمضان الموروثة. تجول على المنازل، تنشد الموشحات والمدائح النبوية، وتجمع الصدقات. وبهذه الابتسامات ينتظر الأهالي حضور فرق الوداع لتزين مداخل منازلهم بطبولهم وصنوجهم. هو رهجة رمضان، السحور بيرجع بيجي الوداع، يعني هذا كله منظم من دائرة الإفتاء. يعود تاريخ فرق الوداع إلى حوالي 300 سنة، وقد بقيت مدينة طرابلس متمسكة بهذا التراث وأصبحت تتوارثه. من طرابلس شمال لبنان، ناهد يوسف، العربية.